السلام عليكم صحاباتي الزوينات كي دايرين لاباس عليكم واش اخباركم نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم ان شاء الله كتشاهدوا معايا هذا الفيديو فيديو جديد ونهار جديد باذن الله المهم اليوم هو اليوم الرابع في رمضان ممكن قاعدين البنات مع رمضان بغيت نسولكم كاين شي عطاش كاين شي سخفه كاين شي عيا ايوا نتمنى يا ربي تكونوا كتصوموا نتوما في احسن الاحوال يا ربي اليوم ان شاء الله كيما عودتكم يعني من بدايه رمضان وانا كن نحط لكم فيديوهات ديالي يوميه أه كنتمنى يا ربي يعطيني القوه ونبقى هكا نصور معاكم ان شاء الله تكمل سيدنا رمضان باذن الله أه موما البنات كل نهار ورزقه وكل نهار واش كنديروا المهم انا ما كنكلفش على راسي داكشي اللي كنديرو مع وليداتي هو اللي كنبارطاجيه معاكم وهذا الشيء اللي كان مهم بقاو معايا وما تمشوا فين معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر <applause> وهنا البنات كما كتشوفو نقيت البطاطا وقطعتها كمكعبات شويه كبار وهنايا غسلتها ودرت فيها شويه الماء والملحه وغنحطها كتسلق ما غنسلقهاش مزيان غير واحد نص سلقه لانني غنعاود ندخلها الفران وكما كتشوفوا صافي هنايا يعني غنحطها فوق البوطه ونخليها كما قلت لكم نص سلقه يعني ما تسلقش مزيان تبقى شاده في راسها وهنا البنات غندوز نصايب واحد التحليه الصراحه أه ما كنتش غنصايبها غي صابح عندي الحليب وقلت يعني ما نضيعوش يعني شعارنا لا للضياع يعني كنت نوظفو هنايا فيها التحليه المهم عندي نص لتر الحليب عندي هنايا واحد ثلاثه المعالق كبار ديال المايزينا وجوج معالق ديال السنيده وهنا عندنا ياغورت طبيعي بنكهه الفاني كما كتشوفوا وغنضيف هنايا واحد المعلقه صغيره ديال القشور ديال الليمون تقدروا تستعملوا قشور ديال الحامض المهم يعني اللي عندكم تنكوبي صافي هنايا غنخلطو مزيان كما كتشوفوا وغنحطو هكا فوق البوطه وصافي هنايا يوضع فوق البوطه وغنبقى كنحرك حتى يعقد لي الخليط المهم العافيه كتكون متوسطه كنبقى نحرك هكا باش ما يعقادش لي باش ما يتحركش لي عفوا الخليط وصافي هنايا راه وجد عقد لي كما كتشوفوا صافي غنخويه هنا في كويسات وغنخليه حتى يبرد مزيان عاد غنضيف ليه واحد الطبقه الثانيه آه المهم هاد آه هاد القياس خرج ليا البنات ربعه الكيسان كما كتشوفوا والصراحه كتجي هاد التحليه رائعه وكتجي منعشه او بالنسبه للطبقه الثانيه عندي هنايا عصير جوج برتقالات هنايا عندي واحد المعلقه ديال السنيده كما كتعرفوا ان البرتقال راه حلو وهنايا عندي واحد جوج معالق ديال المايزينا صافي غنخلط كل شيء مزيان وغنوضعو فوق فوق النار وصافي هنايا الخليط ديالي كما كتشوفوا راه قاد غنخوي فوق الطبقه الاولى كما كتشوفوا صراحه كما قلت لكم انا راه ما كنتش غنصايب هاد هاد التحليه عي الشيط عندي واحد الايترو ديال الحليب ما نضيعو المهم نص وظفتو في هاد التحليه ونص سيترو غنطحن به ان شاء الله غنديرو نديرو, نديرو عصير مع كالفريز واخا انا الصراحه كيعجبني العصير ديال يعني العصائر اللي كيكون فيهم الليمون المهم نوظف يعني هاد هاد الحليب يعني ما نخليهش يضيع وصافي وغنخلي هنايا التحليه ديالي حتى برد عادة غندخلها ان شاء الله للثلاجه وهنا غندوز نعجن البنات واحد المسيمنات المهم انا درت الكميه غير قليله يعني على قدنا يعني باش ما يشيطش ليا المهم هنايا درت البنات واحد كاس ديال الفينه جوج كيسان ديال الفورص ما عبرت بالكاس ديال العنبه وشويه الملحه واحد المعلقه صغيره ديال السنيده وواحد المعلقه ديال الزيت صافي وغنجمع هكا العجينه والماء بطبيعه الحال عندي دافي وصافي هنا كما كتشوفوا جمعت العجينه ودلكتها مزيان كما كتعرفوا عجينه المسمن كتبغي هكا شويه تدلك وما تكونش قاصحه بزاف يعني باش ما تمحناش صافي هنايا غندهنها بشويه زيت الزيت وغنديرها في واحد البلاستيكه وغنخليها ترتاح ونمشي نوجدو ان شاء الله الحشوه وهنا بالنسبه للحشوه البنات عندي هنايا واحد الربع ديال مكوره صغيره وعندي واحد البصيله صغيره وقرعه كما كتشوفوا غنقطعهم هكا رقيقه المهم هنا بالنسبه للحشوه يعني درتها هكا قليله لانني ما باغاش يعني باغاش هكا تشيط ليا وحتى العجينه راني درتها البنات يعني غير الكميه هكا اللي غن يعني اللي نسهل كل يوم كما كتشوفوا صافي قطعت داك المكور وقطعت هكا البصل رقيق كما كتشوفوا وغناخد هكا القريعه وغنحكها في الحكاكه هكا الغليظه وصافي غندوز هنا نشحر الخضيره ديالي المهم هنايا غنضيف واحد شويه الزيت وشويه الملحه وصافي غنبدا نشحر هكا في الخضيره كما كتشوفوا نخليها حتى تنزل الخضره عاد غنضيف هنايا يع... العطريه بالنسبه للعطريه عندي شويه البزار شويه السكينجبير شويه الخرقوم عرق وشويه التحميره وهنايا غنضيف واحد الكميه ديال الكفته كما كتشوفوا صافي ونحاول البنات نفتتها مزيان والعافيه تكون شويه مجهده باش هكا يعني ما تطلقش لينا يعني الخضره والكفته ما تطلقش لينا الماء وصافي ها هي وجدات المهم خليت الحشوه تبرد ودزت هنايا نشكل من العجين ديالي كويرات المهم العجين حتى هو البنات راه خليته يرتاح تقريبا راه شي ساعه دابا باش هكا عجنت العجينه المهم هنايا شكلت منها كويرات المهم هاد العجينه البنات خرجت ليا واحد 8 الكرات كما كتشوفوا صافي كنبدا انا كنشكل فيهم غير بالزيت البنات وصافي غنغطي عليهم نخليهم واحد جوج دقائق تقريبا ومن بعد غنبدا كنورق فيهم كما كتشوفوا غنشكل منهم آه رغيفات كما كتشوفوا مهم ضروري البنات هنايا تورقوا العجينه مزيان تورقوها حتى تبان لكم الرخامه صافي وكنبدا كندير غير الزيت يعني كندير ندهن بالزيت وكنبدا هكا ندير في الرغيفات عاديين وكنحط كنبقى كنستمر بحال هكا حتى نكمل كاع الكويرات اللي عندي كما كتشوفوا العجينه هي عاطيني الطوع الصراحة العجينه ناجحه كما كتشوفوا عاطيني يعني الطوع صافي هنايا حتى كما بحال يعني بحال الاولى غندهن بالزيت ونشكل كما قلت لكم آه هكا رغيفات وغنستمر حتى نكمل وهنا البنا من بعد ما خليتهم مرتاحو ربع ساعه غندوز ثاني البنات اه نورقهم كما كتشوفوا غنورقهم مزيان كما كتشوفوا وغناخذ القطاع اه يعني الموس ولا القطاع ديال البيتزا ولا اللي عندكم قطعتها من الوسط ودرت الحشوه وكنلوي كما كتشوفوا غنعاود معكم وحدة اخرى كنورق مزيان كنقطع وكنوضع الحشوه كما كتشوفوا في القنيات كنضيف ليها الفرماج صافي وكنبدا نلوي طريقه سهله راه الفيديو يعني شارح نفسه وكيجيو هاد الرغيفات البنات صراحه رائعين ولذات بزاف وانا غندوز ندوز البنات نشرمل البطاطا ديالي من لها الشرموله ديالها باش ندخلها الفران وضروري ضروري البنات البطاطا تكون بارده المهم هنا رسلقتها الصباح البنات صافي هنايا غنضيف ليها شويه الملحه وشويه التحميره وهنا كنضيف ليها اليازير وزيت الزيتون صراحه حتى هي كتجي هاد البطاطا زوينه وبنينه يعني وصحيه يعني غنطيبوها في الفران صافي هنايا غناخذ المول اللي غندخلها فيه الفران غنقادها هنا غندوز حتى الحوت اللي عندي غندوز نتبلو باش ندخلو هو البطاطا في نفس الوقت بالنسبه لهنايا ضفت القزبر يابس مهم القزبر يابس البنات ما طحنتوش مزيان يعني غي هروشتو وضفتو الحوت عندي وضفت الزعتر وشويه الملحه هذه هي الشرموله اللي غنطيب فيها هذا الحوت يعني اي نوع الحوت عندكم البنات يمكن لكم تستعملوه بالنسبه للقزبر يابس يعني من الاحسن يكون غير مهروش يعني ما مطحونش مزيان لانه كيعطي واحد اللذه صراحه اللي زوينه بزاف حسن من انه كيكون مطحون مزيان صافي هنايا كما كتشوفوا دوزتو في الفينه وستفتو هنا في اللاطه اللي غندخلو الفران وكندهنوه هنايا بالزيت صافي وغندخلو هو البطاطا دفعه واحده للفران وهنا غندوز نطيب الرغيفات البنات كما كتشوفوا كنقرصهم واحد شويه ونحطهم هكا فوق المقله كنرشها بالزيت وكن نرمي الرغيفات ديولي صافي كيطيبوا عادي صراحه كيجيو بنان البنات بزاف هاد الرغيفات غير جربوهم او هنا التحليه ديال البنات من بعد ما بردات بغيت لكم كي جات لانني انا غنعاود نردها هكا للتلاجه ما نحطهاش في الفطور غنخليوها ان شاء الله حتى للسحور وما نوريكم القوام ديالك تيجي شوفوا البنات صراحه كتجي زوينه بزاف ولذيذه وها هي الطويله ديالنا البنات بالاقتراحات اللي شاركت معكم اليوم بالنسبة للبطاطا البنات شو شيء يعني مع اليازير كيجي كي كيعطيها كي واحد المذاق اللي زوين بزاف وصحيه في نفس الوقت او بالنسبه للحوت كما كتشوفوا يعني كيجي بداك القزبر يابس والزعتر كيجي رائع البنات وكما قلت لكم يعني غير هروشه القزبر يابس يعني مطحنوش مزيان باش كيعطيه واحد النكهه اللي رائعه احسن من انهم طحون مزيان اه شوفوا يعني كي كي طيب مزيان كيجي يعني فتي وبالنسبه للمسمن حتى هو البنات والرغيفه ديالنا المهم هنايا البنات قسمت معاكم هكا وحده تشوفوها من الداخل صراحه كتجي لذيذ كيجي لذيذ بزاف البنات هاد هاد المسمن غير جربوه وما بقى ليا الا نودعكم تلقاو ان شاء الله فيديو جديد باذن الله